هذا وزار الرئيس الجزائري جناح وزاره الدفاع الجزائريه الذي يشهد مشاركه عشر مؤسسه اقتصاديه في فعاليه معرض الجزائر الدولي. وكان في استقبال رئيس تبون تب بالجناح رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق اول السعيد شنغريحه وقدم للرئيس الجزائري شروحات عن ابرز انتاجات الصناعه العسكريه واهم انجازاتها في الجناح الممتد على مساحه تتجاوز 3000 متر مربع